شو صار؟ وين المي؟ وين النشافه؟ بستنى هلا عمار يجيب لي المي والنشافه. انا هلا طلعت على البرندا كرمال استلم مهمتي ومهمه عمار يضل يجيب لي مي. شو صار معك؟ صلى ساعه. شو صار معك؟ ما معطيني النشافه لو سمحتي. حكيت ماي. يا الله شو بده ماي. قالت لي ماما كتي اول شيء ماي كمان يروح الوسخ. قديش لازم كت ماي؟ هون ما حتى هون ما بعرف شو في مبقع. كان ما بعرف يمكن انا من قد ما سكنت بهذا البيت لهلا كان المرات اللي طالعه فيهم على البرندا بينعدوا على اصابع، عشان هيك انا كثير هابطه يعني ما بطلع عليها، بس انه بنشر الغسيل. عمار هيك يعبي لي الماي. لا خلصنا اليوم البرندا مشان ان شاء الله خلصنا. شو صار؟ اول شيء اجت ما بينسر يا شوفوا عبالي مي قصه بنضيات الدفعات اللي حاطتهم هذا. اكيد كمان بدك عمار ممكن تجلي شحاتك كمان. بالعكس يا يا شوفوا منيح اللي لبست هذا البنطلون، المي وصلت لفوق. عرفتوا هي الحركات اللي بتبلش بدها تشتغل بالبيت وتشطب وبترفع البنطلون؟ هي انا حاليا. شوف عمار حزين. شو بتعمل؟ الوضع يا جماعه خارج عن السيطره. شوفوا شايفين هون انا كبيت المي بالزوايا كمان حتى التراب يروحوا من الزوايا. بس شو؟ التراب صاير طين، بتعرفوا يعني طين؟ شو صار معك عمار؟ أول شيء احكي لي هعمل، بتعرفوا شو؟ حنشف اللي كبيتهم لأنه هذا فيكم تقولوا يعني تنظف الوسخ أول شيء، بعدين شوي شوي بتصير المي قصدي بتصير الارض نظيفه وبينضف. بده يعني ما يمكن شي 6 مرات نكب مي او اكثر. شو صار معك؟ قولوا الله يا رجال. هي هيك بعدي بعدي كب كب هنيك بالزوايا ايوه هيك ايوه لهنيك ايوه تمام. برافو ده كثير يعني تو ماتش يعني طبعا انا عادي. بتعرفي ليش؟ اصلا من اول ما سكنتي هون هي اول مره يعني نسويها. بعرف اصلا من اول اذا كنت عم قلها من اول ما سكنت هون يمكن هيك ما بتطلع فيها على البرندا انا. حتى الغسيل بنشرب. حتى الجوزاز كلياته بدنا نسويها. شو ها؟ الجوزاز. شو اسمه؟ الجوزاز كلياته بدنا نسويه. قصده يعني انه البلور. زجاج. ايه بدنا نسويه قبل ما نبلش نخلص الارض. عمار؟ هاي هون اللي بتصرف المي ما بتنفتح تصير اكبر؟ لا عمار حتى هون شايف؟ هذا ما تنسى اول شيء لازم نمسح. اول شيء لازم نحط ما تنسى بعدين بنمسح. شوف شوفوا بتفرجيكم شايفين التراب والطين والغبر اللي كانت هون. شوفوا لوين راح. شوفوا شايفين كمية الطين والغبرة. بس هاي اللي بتصرف الماي كتير كتير صغيرة، يعني لو مسوينا أكبر كانوا ساعدونا شوي. بس عادي ما في مشكلة، المهم تنضف البرندة. حتى هون بدي كم ماي. شوفوا الغبرة. شوفوا شايفين؟ ايوه هون عمار ما بدي على الارض. شايف على الحفاف هون؟ اي انا بقول لك شو اعمل لك. شوف جيب لك شيء مثل زبدي او شيء صغيره. ايوه لانه حتهم شايف. هاتي ماما ما معطينا شيء صغير. شوفوا عمار يستخدمها للمي يا جماعه. ايوه تماما. ماما لحقونا بالثانيه الكسيدره عن جد. ما
انا انا بطلع اعطيني اعطيني. لا لا خلاص ايوه هون هون هناك شايفهم ايوه ايوه تمام عادي حتى لو بتحط على البلور كله عادي هي هي ما تنكسر لا ما تنكسر هي استلك لا وين والله اعطيني هيك بنفسي انا هاي بستمتع فيه اعطيني شوي شوف 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 شو رايك بالبلوعة هاي تجي لمون؟ لا تمام بس لونها اكبر اكيد ما بغير شباك الفتيك سي سي لا خلص من عندي من عندي شو هي شو هاي؟ شايفين الارض شوي شوي صارت احسن يعني لانه لسه ما خلصنا لسه عم نحط مي على البلور لانه البلور عم بيبكي عم بيبكي عمار دير بالك لانه هون في فتحات وبينزل لتحت واهم شيء بدي امسح هاي كمان هاي هاي بدي امسحها ماما اعطيني ممسحه الخضره بدي امسح هاي بما انه في مي بغسلها هون وبمسح هون وماما اعطتني هذا قال كرمال سوي البلور قلت له ماما مستحيل البلور بده شركه لانه اوكي انا ممكن طول من هون بس من فوق شايفين هاللون هيك لازم كل الوسخ اللي هون يروح شايفين الوسخ هلا راح امسحه اول وش وعمار هناك لساعته حاير بالبلور شوفوا 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 هاي على الكب فورا فورا شوف هلا خلصت هون خلص اول وش نرجع نغسلها نسوي وش تاني نسوي وش تاني عمار شو رايك نمسح ونمسح هدلوله تقولوا لي الارض مبدئيا صار في فرق من هلا عن قبل شايفين هاي لسه في مي يعني فهذا الوش بدنا ننشفه ونرجع نضيف مي تصير المي بيضه بيضه ده هي البرندة عمار؟ ده بربيش هيك ايه والله هيك يكون طويل وتحطه بالحنفية وترش البرندة كلها بس هون شوف شو سويت انا غلغمت جبت العيد وعمار هون خلص رش معي هلا عنا اوكي مو اكلين هم الارض هلا الارض عم تنضف عادي بس شوفوا البلور يعني شوفوا البلور صار اوسخ من ما كان قبل راح نسيه صار أنا لا البلور لا لسه بصراحة يلا المهم الأرض إنه تصير نظيفة الله كفو يا إسراء صار البلور عمل معلمة شو بدك مني؟ عم منك عن جد شو؟ حزير شو؟ هلا شوف ما خلصت شوف هاي لأنه فيها شوية مي شو بيعمل هلا؟